الساكت عن الحق شيطان أخرس، والناطق بالباطل شيطان ناطق. إن شاء الله يمي أهل السنة والجماعة جثمون نفرقوينتات إديتار والتون ولما والتون شيان كانديلا ندريتوس برني. فضيلة الشيخ، في بعض البلاد يقوم الناس بالاحتفال بالمولد النبوي كاحتفالهم بعيد الفطر وعيد الأضحى، ويقوم رب البيت بالتوسعة على أولاده في الطعام والشراب والحلوى وحضور الهدايا والقيام بالزيارات للأهل، فهل هذه من البدع وما واجبنا تجاه هذا الأمر؟ نعم، هذه من البدع لا شك، وواجبنا نحو هذا الأمر أن نبين للناس أن هذا بدعة وأن كل بدعة ضلالة، ونقول اربعوا على أنفسكم لا تتعبوها بهذا الأمر الذي لا يزيدكم إلا ضلالا والعياذ بالله. ثم نقول لهم إذا كنتم تحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تتقدموا بين يديه، لا تدخلوا في دينه ما ليس منه. الاحتفال بالموالد البدع التي حدثت في الناس، ومنها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتفال به البدع التي حدثت في المسلمين، وهو من احدثها الفاطميون الشيعه لما كانوا ملوكا على الناس في المئه الرابعه والخامسه في مصر وغيرها، ثم تبعهم بعض الناس من المسلمين أهل السنة، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا الخلفاء الراشدون ولا غيرهم، وهكذا لم يفعله المسلمون في القرون المفضلة الثلاثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عبد عمدا ليس عليه أمر فهو رد، إن هو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: أحدث في أمرنا هذا ثالثا فهو رد، إن هو مردود. فالواجب على المسلمين كف ذلك، وأن يعتنوا بسنة صلى الله عليه وسلم واتباع سيرته واستقامة على هديه عليه الصلاة والسلام. أما الإحتفال بالمولد فلا وجهله، فهو بدعة من البدع الدين وتركها، والمطلوب من المسلم اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم شرعه وتعظيم سنته والسير على منهاجه، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال سبحانه: وما آتاكم الرسول خذوه وأنهاكم عنه فانتهوا. الواجب محبته واتباعه. وأضرب مثالا من الأمثلة الشائعة من البدع الشائعة التي اشتهرت عند الناس والتي استمرأها كثير من الناس واعتبروها سنة، واعتبروا الأخذ بها
أنه من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، فإن هذه بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما أرشد إليها وما فعلها، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوها، وخلفاء الراشدون الأربعة كل واحد منهم ما حصل منه ذلك في خلافته، وكذلك أيضا غيرهم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلها. فالمئة الأولى كلها مضت لا وجود للموالد فيها، ثم المئة الثانية مضت ولا وجود للموالد فيها، ثم المئة الثالثة مضت ولا وجود للموالد فيها، لا ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ثم أحدثت الموالد في القرن الرابع، ومن الذي أحدثها وما هو المستند في إحداثها؟ أحدثها العبيديون الرافضة الذين حكموا مصر، كما حكى ذلك المقريزي في تاريخ مصر المسمى بالخطط والآثار، فإنه ذكر أن الرافضة العبيديين أحدثوا موالد، أحدثوا ستة موالد: ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، وميلاد الحاكم الموجود من حكامهم أي العبيديين. أحدثوا ستة موالد وهم أول من أحدثها، وكان ذلك في القرن الرابع. أما الثلاثمائة الأولى فإنه لا وجود للموالد فيها، بل ولا ذكر للموالد فيها. الكتب التي ألفت قبل القرن الرابع لا ذكر فيها للموالد، لأنه لا وجود لها، بل أحدثت بعد ذلك التاريخ، بعد القرون الثلاثة المفضلة وبعد 300 سنة وجدت هذه البدع أو هذه البدعة، بدعة الموالد، وأشهرها بدعة ميلاد الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة التي أحدثوها، أحدثها الرافضة، أولا أحدثها رافضة من أخبث خلق الله عز وجل. ثم ما هو مستندهم في هذا الإحداث؟ التقليد للنصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن لا نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة مبنية على اتباع النصارى، بدعة مستندها اتباع النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى فإذا نحن نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان الاحتفال بالموالد خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، لو كان خيرا لسبق إليه السابقون بإحسان، لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولفعله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وغيره من الصحابة، ولكن كل ذلك لم يكن، بل التابعون وأتباع التابعين وبعد أتباع التابعين أيضا ما وجدت هذه الموالد حتى جاء القرن الرابع الهجري وأحدث الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر هذه الموالد، وفيها الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. فهذه من البدع الشائعة المنكرة التي يعول عليها كثير من الناس، مع أنهم يهجرون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يحتفلون بميلاده صلى الله عليه وسلم يعصونه، وكثير منهم يعصيه ويخالف هديه في كثير من الأمور، فهم يتركون ما أمر به ويقدمون على شيء لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام، بل هو من الأمور المحدثة في دين الله والتي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان.